مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة كالمعتاد هتكون مهمة قوي قوي. ليه؟ لأن عندنا أخبار كتيرة متعلقة بالنادي الأهلي، وأكيد أخبار أخرى متعلقة بمنتخبنا الوطني المصري الذي تأهل رسميا لدور 16 كمتصدر للمجموعة بعد الفوز المقلق بالأمس على أوغندا بنتيجة 2-0. كلام كتير قوي قوي هنتكلم فيه النهاردة. الجزء الثاني من حلقة اليوم هيكون معنا الصحفي الموريتاني المصطفى مأمون، صحفي موقع كورة إنفو، وهنتكلم فيه في أمور بتخص المنتخب الموريتاني اللي بيشارك لأول مرة في بطولة الأمم الأفريقية هذا العام، وكمان هنتكلم عن البطولة بشكل عام سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الفنية كمان. ده هيكون في الجزء الثاني من حلقة النهاردة. بالتالي عندنا أخبار كتير ومتعددة جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم بخصوص عدد من الأمور الهامة جدا على الساحة الرياضية المصرية، لكن الأهم نروح نشوف أبرز العناوين إيه. يلا بينا. المنتخب يعبر لدور 16 بالعلامة الكاملة. الفراعنة يغلقون صفحة المجموعات ويبدأون الإعداد للأدوار الإقصائية. الجري بين الإشادة المكسيكية والنقد المصري. محمد الشناوي يتألق ويقتحم التاريخ. طارق سليمان أتمنى تتويج الشناوي بلقب أفضل حارس في كان 2019. لاسارتي وعبد الحفيظ يعقدان جلسات تحفيزية مع اللاعبين. وكريم نيدفيد يعود من ألمانيا ويواصل التأهيل. طيب كلام كتير قوي متعلق بالمنتخب، وطبعا لازم نتكلم عن المنتخب، بس أنا هأجل قصة المنتخب لبعد أخبار النادي الأهلي عشان نبتدي بأخبار النادي الأهلي وآخر الأمور ماشية إزاي في إطار الاستعداد بالنسبة للموسم الجديد. وإحنا عارفين الفترة دي فترة تحضيرية هامة جدا، وبعديها فترة إعداد قوية في إسبانيا، وبالتحديد على فكرة الفترة التحضيرية دي فيها تدريبات قوية جدا جدا من الجانب البدني وتدريبات شاقة جدا جدا يعني. فبالتالي إن شاء الله نتمنى في المجمل الفترة كلها، الفريق ابتدى يوم 22 وهيستمر لحد يوم 15/7 الجاري في اعداد مهم قوي وفتره اعداديه مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. عشان كده عايز ابتدي باخبار النادي الاهلي، وبالتحديد مستر مارتين لاسارتي بيعقد جلسه فنيه مع اللاعبين قبل المران الصباحي، ودي زي ما قلت لحضراتكم امبارح واول في اطار جلسات عده بالنسبه للجهاز الفني مع اللاعبين، بالتحديد فيما يتعلق بالجانب الفني ويتعلق بالجانب التكتيكي والخططي، وحديث كبير جدا ومستمر جدا خلال المرحله الحاليه والقادمه بشكل كامل، حتى موعد اول مباراه مش عارفين هتكون امتى بالنسبه للنادي الاهلي، لان الامور كلها حضراتكم اكيد متابعين ومش عارفين الامور هتخلص على ايه في النهايه، لكن المهم ان الفريق بيستعد الموسم جديد في كل الاحوال. فبالتالي هذه المحاضرات وهذه الجلسات من قبل الجهاز الفني بقياده لاسارتي مع اللاعبين مهمه قوي قوي قوي. ليه؟ عشان يكون في تواصل واضح وفهم واضح بالنسبه للاعبين للشكل اللي هيظهر عليه النادي الاهلي، سواء فيما يتعلق بالتدريبات ده خلال الفتره الحاليه او فيما يتعلق بالمباريات الرسميه ده خلال الفتره المقبله. فبالتالي محاضرات كلها وجلسات كلها غايه في الاهميه. وكمان مستر لاسارتي خلال الجلسات دي بيتكلم على الوحدات التدريبيه اللي هيخضع عليها اللاعبين خلال المرحله دي، والامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لهم، خصوصا في ظل طبعا الاحمال البدنيه الزائده خلال الوقت الحالي واستعدادا للوقت المقبل. فنتمنى ان شاء الله بشكل عام بالنسبه للنادي الاهلي كل التوفيق، وخصوصا ان احنا هيكون في مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله بعد بكره بالنسبه للنادي الاهلي، اول مباراه في مرحله الاعداد للموسم الجديد، ومباراه هتكون في استاد مختار التتش، لسه مش عارفين طرفها هيكون مين، لكن ايا كان هي دي اولى استعدادات النادي الاهلي من خلال المباريات الوديه، وبعد كده هيبقى في ثلاث مباريات اخرى في اسبانيا تم الاتفاق عليهم خلاص لما سافر الكابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق هناك لاسبانيا عشان يعدوا للمعسكر وكل ما يتعلق بهذا المعسكر. فبالتالي الثلاث مباريات هيكونوا امتى؟ هيكونوا يوم 7 و11 و15 يوليو الجاري.
يعني اخر يوم في المعسكر هيكون في مباراه هيختم بيها النادي الاهلي هذا المعسكر الهام في اسبانيا، والفريق طبعا بالمناسبه هيسافر فجر يوم الجمعه القادم. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان في نفس الاطار بيعقد بعض الجلسات مع ثلاثي النادي الاهلي اللي هم مين؟ حسام عاشور، عمرو السوليه، وحسين الشحات، وهي عباره عن جلسات تحفيزيه ومهمه قوي، واكيد بيتناقشوا في بعض الامور الهامه، وده كان على هامش مران الصبح في مختار التتش. احنا عارفين النادي الاهلي برنامجه ايه خلال الفتره دي، برنامجه بالتحديد مران صباحي ومران مسائي بدايه من الامس والنهارده وبكره، بعد بكره هيبقى الماتش الودي، يوم الخميس اجازه، وبعد كده فريق يروح لمطار القاهره ان شاء الله فجر يوم الجمعه عشان يسافر سالما لاسبانيا باذن الله. فبالتالي دي كانت جلسات النهارده اللي كانت واضحه في استاد مختار التتش من قبل كابتن سيد عبد الحفيظ مع ثلاثي النادي الاهلي حسام عاشور، عمرو السوليه، وحسين الشحات، وثلاثي مهم قوي قوي في النادي الاهلي في الحقيقه، وان شاء الله يكون ليهم دور بارز جدا جدا خلال الموسم الجديد. تدريبات بدنيه متنوعه للاعبي النادي الاهلي، ده من ضمن اخبار الفريق، وبالتحديد زي ما قلت لحضراتكم كلها تدريبات مهمه قوي وفي تنوع في هذه التدريبات، ده طبعا تحت اشراف اليخاندرو مخطط الاحمال بالنسبه للنادي الاهلي. وبالتالي تم تقسيم النهارده الفريق ل ثلاث مجموعات بالتناوب خلال المران الصباحي لمنحهم وحدات تدريبيه متنوعه، وده شيء هيكون مهم قوي قوي قوي. وخاضت المجموعه الاخيره تدريبات التسليم والتسلم وسريع الكره تحت اشراف الاسترتي، يعني الامور كلها او التدريبات كلها فيها شق بدني، وده مهم قوي قوي، وده اللي بيوقفك على رجلك في الموسم الجديد وفي المباريات، وفيها شق فني، وده من خلال التدريبات بكره القدم، كلها امور غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي في اطار استعداده الحالي. عمار حمدي امبارح شارك في تدريبات النادي الاهلي، واحنا عارفين عمار كان معار للاتحاد السكندري والاعاره بالتالي خلصت، فبالتالي ايضا هو متواجد مع تدريبات النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا. لسه الموضوع ما اتحسمش، هل عمار هيكمل مع الفريق الموسم الجديد ولا هيتم اعارته مره اخرى لاكسابه المزيد من الخبرات في بطوله الدوري المصري؟ هو لعيب مميز وشفنا تالقه بشكل كبير جدا مع الاتحاد السكندري، والراجل قدر انه يصنع اهداف عديده ويحرز كمان اهداف عديده. امر عمار حمدي هيبقى ازاي؟ من خلال التنسيق والتشاور ما بين الجهاز الفني النادي الاهلي ولجنه التخطيط بالنادي الاهلي. فبالتالي عمار امبارح لما شارك في المران تعرض لكدمه قويه في الكوع، بالتالي النهارده في المران الصباحي بالتحديد اللي كان 9 الصبح ما شاركش في التدريب وعمل بعض التدريبات في الجيم، لان بعد الكدمه دي امبارح ما قدرش ان هو يكمل المران. نتمنى له الف سلامه ويعود للتدريبات الجماعيه سريعا باذن الله، ده بالنسبه لمين؟ لعمار حمدي. طيب نيدفيد حمد لله على السلامه بيعود من المانيا ويواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي، واحنا عارفين على مدار الفتره اللي فاتت كريم نيدفيد كان في المانيا وبيعمل بعض التدريبات التاهيليه خصوصا بعد اجراء جراحه الغضروف هناك في المانيا، فبالتالي كريم رجع امبارح وبالتالي هيواصل كمان تنفيذ برنامجه التاهيلي الخاص بالعلاج من جراحه الغضروف الركبه. عشان نعرف تفاصيل اكتر خلينا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان ورئيس قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. خارج زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، عايزين نطمن على استعدادات النادي الاهلي، الامور عندك ماشيه ازاي سواء التدريب الصباحي او التدريب المسائي؟ يمكن خليني ابدا لك بالتمرين المسائي، يمكن هم حالا اللعيبه امامي في ملعب التتش في اجتماع يمكن مع مستر لاسارتي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ وباقي الجهاز الكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان وكابتن فارس وباقي الجهاز، يمكن مستر كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم دلوقتي مع اللاعبين بقى حوالي 3-4 دقائق بيتكلموا عن طبعا قبل بدايه المران. خليني اقول لك ان التمرين صباحا كان في 9 صباحا، وكان برضو في حوالي اجتماع كده في ملعب حوالي 10 دقائق، ان لازم بقى يركزوا الفتره المقبله، ان لازم يستثمروا المباريات الوديه لان الراجل هيبني عليها التشكيل في الفتره المقبله. يمكن خليني اقول لك ان اللي بيفكروا ان يبقى في وديه يوم الاربعاء قبل السفر الى اسبانيا يوم الجمعه، يعني الجهاز الفني بيفكر يعمل مباراه وديه يوم الاربعاء. هم خلاص استقروا يا شريف، هيبقى في مباراه ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله، وثلاث مباريات وديه في اسبانيا، هيبقى 4 مباريات. فالراجل قال استثمروا الاربع مباريات دول واثبتوا لي مين اللي يستحق يخش او يتواجد في التشكيل ال 11 اللي هيبدا بيهم
طبعا الفتره المقبله يمكن كان في تدريبات بدنيه مكثفه الصبح ومجموعات بالكره، وبعد كده هو طبعا كان في تمرين خفيف في عمار في الجيم، وعلى لطفي برضه ايضا تمرين خفيف، جلسات مستمره الجهاز الفني بيمتاز بهذه الجلسات. النهارده كان كابتن شرف حفيظ هو اللي مستمر مع تعاقد جلسات مع حسام عاشور ومع حسين الشحات ومع السولية الصبح. يمكن الكل بينتظم في التمرينات، الكل بيجتهد في التمرينات، الكل بينفذ تعليمات مستر الكابتن حاجه فرقه علشان ينال ثقه الراجل. لان سامح بتتكلم على كريم نبت ورجوعه من المانيا، انا شايف كريم امامي الان داخل من بوابه النادي داخل للجيم عشان خاطر يستكمل برنامجه العلاجي. كان في مكالمه بيني وبين طبعا نجم الدفاع فهد سمير، قال هيرجع الاسبوع الجاي وباذن الله امامه شهر كتير ويكون موجود في الملعب. زي ما قلت لك لعيبه النادي الاهلي بتحاول تنال ثقه الراجل، الناشئين قبل الكبار، الكبار قبل الناشئين، الكل بيجتهد، الكل بيحاول ان يحجز مكان في تشكيل النادي الاهلي، الكل هيستثمر المباراه الوديه اللي هتبدا يوم الاربعاء باذن الله، ثم ثلاث مباريات في اسبانيا، الكل هيحاول يستثمر ثقه الراجل علشان يعتمد عليه الراجل في الفتره المقبله. الراجل مركز جدا على القياسات، الراجل مركز جدا على العلم الحديث، والراجل كلامه واضح اللي هيقدر يعني يجتاز هذه القياسات اللي هيقدر ينفذ القياسات بشكل احترافي هيكون ليه تواجد معايا. مش عاوز اسمي حد بعينه، لكن الكل بيجتهد والكل بيحاول ينال ثقه الراجل. قايمه الملعب يمكن الجلسه الفنيه اللي استمرت حوالي يمكن نتكلم حوالي اقل من 10 دقائق انتهت، واللعيبه دلوقتي بتعمل تسخين خفيف، وفي جلسه بين مدير الكوره الكابتن سيد الحفيظ وحسين الشحات. يمكن حسين دي جلسة أخرى بعد الجلسة الصباحية. حسين، لا سوري، حسين السيد. حسين السيد. تمام، حسين السيد. حسين السيد موجود أهو مع كابتن حفيظ يمكن على جانب من الملعب. هو بيخوض التدريبات الأيام اللي فاتت حسين السيد يا شريف؟ أنا لسه شايفه النهاردة. أول مرة النهاردة، تمام. غالباً يمكن أول يوم ينزل النهاردة، أنا لسه شايفه النهاردة. حسين ما شفتوش خالص، أنا لسه النهاردة أول يوم، ممكن يكون موجود بس كان في الجيم، أنت عارف النادي الأهلي برضو ممكن لعيبة تبقى في الجيم وما نشوفهاش. طبعاً. لكن أنا النهاردة لسه لفت نظري النهاردة هو بيعقد جلسة حالاً مع مدير الكرة كابتن الحفيظ في تراك الملعب، وكان حسين بيرتدي لبس التمرين، يعني هو بالتالي هيتمرن مع مستر لاسارتي في وسط الملعب مع محمد يوسف والكابتن طبعا كابتن محمد يوسف كابتن سامي قمصان وباقي اللاعبين مع مدرب الاحمال بيجروا عمليات التسخين. باذن الله يكون موسم خير على النادي الاهلي، باذن الله اللعيبه تنفذ فكر مستر لاسارتي عشان يقدروا يحصلوا البطولات الفتره المقبله زي ما يا رب ان شاء الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي طمنا بشكل كبير جدا على استعدادات النادي الاهلي ومران الصباحي ومران المسائي بالنسبه للفريق النهارده، وده اللي هيستمر خلال المرحله اللي جايه. وبالمناسبه النادي الاهلي عامل اقامه للاعبي الفريق في احد المقرات الاوتيلات القريبه جدا من مقر الجزيره، ده انا قلت لحضراتكم عليه امبارح بالمناسبه، لكن ده شيء مهم قوي كانك في معسكر، يعني انت بتخلص التدريب الصباحي بترجع على الاوتيل ده القريب من النادي، وبعد كده ترجع للنادي على طول، ما فيش خمس دقائق بالظبط بدل ما تضرب المشوار بعيد وكلام من ده. فدي كلها امور بتدل على مدى الاهتمام الطبيعي والمنطقي جدا بالنسبه لاداره النادي الاهلي والجهاز الفني بالمرحله الحاليه الهامه جدا جدا بالنسبه للفريق. طمناكم على النادي الاهلي، لكن انتوا اكيد مش مطمنين على المنتخب. المنتخب في الحقيقه يعني كل ما المباراه تتلعب نقول المباراه اللي بعديها هنبقى احسن، المباراه تخلص نقول المباراه اللي بعديها هتبقى احسن، لكن الواضح وانا يعني احنا بنحب دايما نتكلم بصراحه، الواضح ان الاداء في النازل مش في الطالع خالص خالص، والواضح ان دعواتكم جامده قوي للمنتخب، واحنا عايزين مش عايزين اكتر من كده، ان احنا ندعي لان احنا ده اللي احنا بنملكه، ما بنملكش اي حاجه ثانيه. اداء سيء جدا جدا، اول 35 دقيقه في المباراه احنا تقريبا لعبنا 10 دقائق، لعبنا امبارح 10 دقائق اللي هم من امتى؟ من جون صلاح اللي كان في الدقيقه 36 لحد اخر الشوط الاول اللي جه فيه الجون الثاني بتاع احمد المحمدي. فيما عدا ذلك ال 80 دقيقة احنا معرضين للخطر ومستنيين ان احنا يدخل مرمانا اي هدف في اي وقت بسبب كثرة الهجمات الاوغندية الكثيرة جدا 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 على مرمى الشناوي والخطيرة جدا على مرمى الشناوي اللي كان ما شاء الله عليه موفق جدا نجم المباراة امبارح. احمد المحمدي لعيب كبير وخد نجم المباراة وكل حاجة وعمل مباراة كويسة، لكن النجم الاول طبعا هو محمد الشناوي اللي انقذ مرمى الفراعنه من اهداف عديده جدا جدا في مباراه الامس. لحد امتى هنفضل كده؟ مش عارف، لو حد عنده اجابه يقول لنا. الاسباب ايه اللي مخليانا بالمنظر ده؟ انا مش عارف، هل هي متعلقه
بهبوط المستوى لبعض اللاعبين؟ هل هي متعلقة من البداية أصلا بالاختيارات اللي اختارها مستر أجيري؟ هل هي متعلقة بأمور خارج المعسكر أو أزمات مشاكل بتحصل هي اللي مخلية في تشتت بالنسبة لذهن اللاعبين والجهاز الفني كمان؟ مش عارف، بس هو الموضوع محير وفي نفس الوقت مقلق جدا، وفي نفس الوقت احنا مش مطمنين خالص ومش هنطمن غير مع واضح كده لحد آخر مباراة هيلعبها المنتخب، واللي نتمناها تكون المباراة النهائية، وفي نفس الكلام نكسب هذا اللقب. يعني مفيش اي اسلوب لعب واضح ولا طريقه ولا جانب خططي. واحنا بصراحه بصوا بقى، عشان ممكن ايه، احنا عمالين بنقول عايزين نساند المنتخب بنساند المنتخب، احنا بنساند المنتخب يا سيدي والله العظيم، كلنا بنساند المنتخب وكلنا بندعي وبنحاول اي سلبيه ما نتكلمش فيها، مش عايزين نتكلم في سلبيات تخص المنتخب، لكن في نفس الوقت لازم نبقى منطقيين. يعني لو طلعت النهارده قلنا ايه، الحمد لله المنتخب كسب وصعدنا اول مجموعه والهدف اتحقق وكل حاجه، الهدف اتحقق، لكن احنا هنفضل كده لحد امتى؟ قاعدين قلقانين طول الماتش لحد امتى؟ يا سيدي ممكن نبقى قلقانين لو بنقابل فرقه قويه وانت بتنافسهم بشكل قوي في الملعب، لكن انت مفيش، ده انت بتقابل اوغندا وبتقابل زيمبابوي وبتقابل الكونغو وبيلعبوا احسن منك بكتير، وكانوا هيحرزوا فيك اهداف كتير، ولولا التوفيق كان حالفنا يا رب يفضل ملازمنا التوفيق لحد اخر البطوله. لكن كده موضوع صعب قوي، كلامنا غير على المنتخب، كلامنا غير على اللاعبين والجهاز الفني، على اسم مصر قبل اي حد. مش دي مصر، مش ده منتخب الوطني المصري اللي كنا حاطين امال كبيره جدا عليه ان هو يجيب لنا اللقب. الكلام مهم دلوقتي والتحذير والتنبيه مهم دلوقتي، ليه؟ لان احنا مقبلين على فتره اصعب من كده بكتير، مقبلين على دور ال 16، قول ان شاء الله هتبقى المباراه كويسه وفي المتناول باذن الله، لكن دور الثمانيه اللي وارد تقابل فيه الكاميرون او غانا، دور النصف النهائي النهائي ده لو وصلت، يعني ان شاء الله باذن الله يا رب نوصل، لا بالمنظر ده مش هننفع، بالمنظر ده صعب جدا. وده هيخليني اتكلم بقى على حاجه مهمه قوي قالها أجيري امبارح. هتقولي ده مش وقت انتقاد؟ لا يا سيدي، هو ده وقت انتقاد، لازم ننتقد عشان يفوقوا شويه، لازم يفوقوا شويه، احنا عايزين نفرح، البطوله على ارضنا، البطوله وسط جمهورنا، وما ناخدهاش هيبقى الموضوع صعب قوي، هتبقى حاجه كارثيه من الاخر، يعني مش بهول، لا دي حقيقه. امبارح مستر أجيري قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد الماتش؟ قال والله قال كده، اسمع بس، قال ايه؟ انا فوجئت بمنتخب اوغندا والاداء الجيد بتاعه. ده شق، الشق الثاني في تصريحه قال ايه؟ اللعب امام 70,000 متفرج شيء مش سهل. تردوا طب انتوا ولا هنعمل ايه؟ فوجئت باداء منتخب اوغندا، امال حضرتك يا مستر أجيري بتعمل ايه؟ ده احنا ممكن احنا اللي نقول كده كجماهير، احنا نقول كده، لكن حضرتك ازاي تقول كده؟ ازاي تقول ان انا فوجئت باداء منتخب اوغندا؟ المفروض ان حضرتك قبل اي مباراه بتدرس المنافس، تتفرج على فيديوهات ليه، خصوصا اوغندا عاملين نقول ونشيد من اول البطوله، اوغندا كسبت الكونغو 2-0، هذا المنتخب القوي بالمناسبه كسب امبارح زيمبابوي 4-0، اوغندا اتعادلت مع زيمبابوي، وسيبك بقى من النتائج، دول عاملين اداء رائع جدا، الناس كلها يعني ضمن افضل المنتخبات في البطوله حتى الان اوغندا، وحضرتك مش عارف ان اوغندا منتخب جيد واتفاجئت او فوجئت خلال المباراه؟ لا يبقى كده في حاجه غلط، كده يبقى في حاجه غلط، واحنا بنقول لك الكلام ده وبنقول للمسؤولين الكلام ده عشان يركزوا في اللي جاي. احنا هدفنا ايه؟ هدفنا ان الاخطاء تتصحح، هدفنا ان الاداء يتعدل، وهدفنا ان النتائج تبقى كويسه زي ما هي حصلت، بس دي نتائج بصراحه غير منطقيه. احنا مصريين وبنقول الكلام ده، النتائج دي غير منطقيه، ان انت تكسب 1-2 و2-0، لا بالتحديد في المباراتين اللي فاتت امبارح واللي قبليها، لا يدخل فيك اجوان كتير كمان، توفيق من احمد حجازي كبير، توفيق من محمد الشناوي كبير، توفيق من محمود علاء في المباراه الاولى والثانيه كبير، ده اللي ادى ان انت تخرج بالنتائج دي، بجانب طبعا المهارات الفرديه عند صلاح وتريزيجيه، بس غير كده مفيش، اسلحتك صلاح وتريزيجيه، غير كده مفيش. لكن تصريحات مستر أجيري غريبة بالنسبة لنا كلنا، غريبة جدا، كمان انك بتلعب بوسط 70,000 متفرج ده مش سهل، هقول لك اللاعبين مش متعودين شوية بسبب ما فيش جماهير في المباريات الودية او عفوا المباريات المحلية، لكن في المقابل عندك بعض اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا دايما وسط استاد فول في انجلترا، حجازي، نني، تريزيجيه في تركيا، صلاح، انت عندك 60% او 70% من اللاعبين المحترفين الاساسيين اللي بيلعبوا في المنتخب، المحمدي، كلهم بيلعبوا امام جماهير بيبقى المدرجات مقفوله على الاخر. فغريبه برضو ده، تصريح غريب جدا،
مع الجمهور ده مش عامل سلبي بالنسبه لك، بالعكس انت المفروض تستغل تواجد الجمهور عشان تكسب، والجمهور ده هو اللي كسب مصر. الجمهور ده هو اللي كسب مصر اول ثلاث مباريات، هو الدافع الرئيسي في حسم المباريات واحراز الاهداف بجانب مهارات صلاح وتريزيجيه. لكن غير كده لا، احنا لو بنلعب البطوله دي بره ارضنا احنا كنا خرجنا من الدور الاول بمنتهى البساطه. من الاخر كده، لو البطوله دي كانت في مكانها في الكاميرون قبل ما تاخدها مصر كنا خرجنا من الدور الاول، حتى لو دي نفس المجموعه، حتى لو دي نفس المجموعه كنت هتخرج من الدور الاول. لكن لازم ويجب اعاده النظر في امور كتير جدا داخل منتخبنا الوطني المصري قبل فوات الاوان. عندك مباراه ان شاء الله يوم السبت الجاي، يعني عندك فتره زمنيه كويسه تقدر تظبط فيها امورك، تقدر تركز بشكل اكبر، تقدر تعمل معالجات بدنيه واستشفاء بالنسبه للاعبين ومحاضرات خططيه مهمه، لان مفيش خطه. وبصراحه هبوط مستوى بعض اللاعبين وابرزهم للاسف الشديد عبد الله السعيد اللي المفروض بيوصل المهاجمين للمرمى سواء مروان او تريزيجيه او صلاح، ده برضو اثر على اداء المنتخب. احنا مش عارفين نطلع بالكره من ورا لقدام، مش عارفين. الفاول بس صلاح جابه حطه جون وخلصت، بعديها محمدي كره عرضيه من ايمن اشرف حلوه جدا حطها لمحمدي وادي الجون الثاني والماتش خلص. لكن انت في الشوط الثاني، الاشواط الثانيه في الثلاث مباريات انت مش موجود، ما جبتش ولا جون. سيبك من الاجوان، لكن الاداء نفسه كمان مش موجود، مفيش خالص. فعامل الجمهور وعامل الارض هو اللي ساعدنا في ان احنا نوصل لدور ال 16، والحظ والتوفيق ساندنا، بس مش هيفضل معانا للاخر، مش هيفضل معانا للاخر. حظ وتوفيق صعب، لازم يبقى في تركيز من الجهاز الفني، لازم يبقى في تاهيل ذهني وبدني جيد للاعبين. لان غريب قوي قوي ان احنا كل ماتش في اخر المباراه مبقاش قادرين نجري، بنزق اللعيبه بالظبط كده، يا بنجري هات الكوره، يا حبيبي الكوره اهي، مش قادر تجري ليه؟ مش قادر يباصي، اللعيب مش قادر يباصي الكوره. ليه؟ لانه بدنيا مش جاهز، ليه؟ مش عارف. انا عمال ادور على تفسير مش لاقي. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال، هنفضل مساندين لمنتخب مصر، هنفضل ورا المنتخب، هنفضل ورا مستر اجيري، ورا الكابتن هاني رمزي وجهازهم المعاون كله، هنفضل ورا اللاعبين كلهم، كلهم بلا استثناء، كلنا بنساندهم. واحنا بنقول لكم الكلام ده عشان تحسوا بالجمهور المصري اللي منتظر هذا اللقب بفارغ الصبر، وخصوصا ان المباريات البطوله على ارضنا. فاحنا بنقول لكم الكلام ده عشان خايفين على اسم مصر، ومستنيين ان شاء الله بنحاول نحفزكم وتردوا علينا. احنا عايزينكم تردوا علينا بدايه من دور 16، ردوا علينا، ردوا على كلامنا ده في الملعب باداء ونتائج. احنا مش عايزين غير كده، احنا عايزين منتخب يكسب ويفرح المصريين، يكسب البطوله، مش يكسب ماتش وماتش لا او كام من ده، خلاص مفيش، انت تخرج من دور 16 لو خسرت الموضوع خلصان. فاحنا عايزين ان شاء الله، وعندنا امال كبيره جدا فيكم في ال 23 راجل الموجودين في منتخب مصر، في الجهاز الفني كله عندنا امال واثقه كبيره جدا فيكم. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتم تتداركوا كل اخطائكم وكل سلبياتكم في الفتره اللي فاتت، ويبقى دي فتره اعداد للادوار الاقصائيه المقبله بدايه من دور ال 16، وباذن الله المنتخب يكون موفق في تحقيق هذا اللقب. ودعوات كل المصريين، لان ده مهم قوي، لازم نفضل ندعي، لان ده اللي احنا بنملكه بس، ان شاء الله المنتخب يقدر يفوز بلقب بطوله الامم الافريقيه للمره الثامنه في تاريخه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري. بالنسبه بقى بالنسبه لبطوله الامم الافريقيه، اخبارك كان ايه في الصحف؟ خلينا نروح نشوف، يلا بينا. مصر تتصدر المجموعه الاولى بعد التغلب على اوغندا بهدفين لصلاح والمحمدي. المنتخب يواصل مشوار الفوز دون الاداء المقنع، والجماهير تتساءل ماذا سنفعل امام الكبار. الاخبار، المنتخب يفلت من صدمة اوغندية، هدفان لصلاح والمحمدي، والشناوي يتألق، وتوهان اجري. اخبار الرياضة، تأهلنا بجمهورنا، الفراعنة احبطوا منتخب الرافعات. المسا، عبرنا لدور ال 16 وشباكنا نظيفة، المباريات القادمة اصعب وتحتاج إلى التركيز أكثر. الأخبار المسائي، الفراعنة يتخطى الرفعات بثنائية، والأداء يغضب الجماهير المصرية، المحمدي رجل المباراة
والشناوي سر التفوق. الدستور: المنتخب يطوي صفحة المجموعات ويستعد لمعارك الأدوار الإقصائية. أخبار الرياضة: الجري يطالب بتحسين الصورة، المنتخب يرفع شعار اللي جاي كوم تاني طبعا. اليوم السابع: أجري يستعين بالمدرسة الألمانية لمواجهة لغز الفراعنة، راح 24 ساعة للأساسيين، تكليف الجهاز المعاون بتقرير عن مباراة دور ال 16 وتجهيز وردة بدنيا. خبر غريب شوية. خلي عندنا تفاؤل، لازم يبقى عندنا تفاؤل للمرحله اللي جايه بالنسبه لمنتخب مصر، ولازم نفضل نساند وندعم المنتخب باي طريقه من الطرق عشان الهدف الاهم والاسمى بالنسبه لنا يتحقق باذن الله يا رب. ان شاء الله هيتحقق. الاهرام بتتكلم على ايه؟ بتتكلم ان مصر خلاص بتتصدر المجموعه بعد الفوز على اوغندا بنتيجه 2-0 وبتتاهل لدور ال 16 كمتصدر، وده شيء مهم جدا. وبتقول ان طبعا فوزنا بهدفي صلاح والمحمدي وتكرار المباراه اللي قبليها مباراه الكونغو اللي كسبنا فيها ايضا بهدفي صلاح والمحمدي. بيتكلموا في ايه الاهرام؟ بيتكلموا على ان المنتخب بيواصل مشوار الفوز دون الاداء المقنع، وده اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم فيه من شويه، وان الجماهير بتتساءل هنعمل ايه امام الكبار، وهو فعلا سؤال المواطن المصري حاليا لما هنقابل اي منتخب كبير هنعمل ايه؟ مش عارفين. الاداء مخيب للامال، لكن النتائج ما تدلش خالص على أدائك السيء ده بصراحة. فالسؤال ده نتمنى ليه إجابة تكون من خلال أرض الملعب، من خلال الأداء والنتائج في المباراة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. نروح للأخبار. بتقول إيه؟ بتقول إن المنتخب بيفلت من صدمة أوغندية، هدفان لصلاح والمحمدي والشناوي يتألق وتوهان أجري، علامات استفهام كبيرة جدا جدا على أجري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني المصري. وفعلا امبارح كانت ممكن تبقى صدمة لكل الجماهير المصرية، لو خرجنا مش خرجنا، لو خسرنا وصعدنا تاني المجموعة كنا هنبعد على استاد القاهرة تمام، كنا نلعب في الدفاع الجوي، بس أيا كان عدد الجمهور مش هيبقى هو هو، الدفاع الجوي 30,000 متفرج لكن استاد القاهرة 75,000 متفرج بالظبط، دي الساعة. فكان ممكن نبعد عن استاد القاهره، وكان ممكن نقابل السنغال، هنقابل السنغال، هنقابل الجزائر، هنقابل اي فرقه من دول، هنقابل المغرب، كل دول وارد ان احنا نقابلهم. بس مش حلو ان انت كنت تصعد تاني مجموعه، ومش حلو ان انت كنت تقابلهم بدري، لكن المهم الحمد لله ان الهدف اتحقق امبارح وصعدنا اول مجموعه. نروح لاخبار الرياضه واللي بتقول ايه؟ أخبار الرياضة بتقول إن تأهلنا بجمهورنا، الفراعنة أحبطوا منتخب الرفعات. وبصراحة بصراحة منتخب أوغندا لحد الدقيقة 35 قبل الفاول بتاع صلاح أو 36 كانوا ماسكين المباراة بالطول وبالعرض، ضايعين أهداف كتير جدا جدا جدا. لما تبقى كويس قوي في الملعب كده وتبقاش موفق في إحراز الأهداف الحمد لله تمام، فبالتالي الفريق اللي قدامك بيحبط جدا جدا لما بيجي فيه هدف عكس سير المباراة. فهم فعلا جالهم حالة إحباط كبيرة، والإحباط ده أدى للهدف الثاني بشكل سريع بعديها بعشر دقائق على طول، هدف المحمدي مع انتهاء الشوط الأول. طب عشان نتكلم بتفاصيل أكتر ورؤية فنية أكبر وأوضح من كده بكتير، خلينا نروح للكابتن الكبير جدا كابتن عمرو أنور نجم النادي الأهلي السابق. يا كابتن عمرو مساء الخير على حضرتك. خير، ازيك يا أمير؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ ان شاء الله يكون بخير، ومشاهدين قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يكون بخير ان شاء الله. تقييم حضرتك لمباراه المنتخب بالامس والاداء الخاص بمنتخب مصر، ومش مباراه الامس في الحقيقه، الثلاث مباريات اللي فاتوا في الدور الاول، رايك ايه؟ لا يعني انا شايف ان رايي يعني المنتخب حقق الهدف المطلوب. انت النهارده لو بتيجي تقيم المنتخب كنتائج هو حقق الهدف المطلوب علامه كامله، تسع نقط ثلاث مباريات، ثلاثه كلين شيت، يعني يعتبر الى حد ما دلوقتي هو اقوى هجوم واقوى دفاع في البطوله. وصل لدور 16 مش عايز اقول باقل مجهود، عايز اقول
يعني بقدرات فنية خاصة للعيبة داخل الملعب. كويس. بقدرات فريق. يعني ده وجهة نظرك. يعني احنا لو اتكلمنا لو خدنا بتتكلم على الثلاث مباريات ككل، ولكن هنتكلم يعني على الحاجة القريبة اللي احنا كلنا شفناها امبارح. النهارده بتتكلم على توفيق ثلاث لعيبة كانوا في الملعب كانوا موفقين. فعلا. نمرة واحد طبعا محمد الشناوي. ومستوى مش عايز اقول مفاجاه، لا هو مستوى عالي جدا جدا جدا، يستحق بجداره انه يكون حارس مصر طبعا الأول. طبعا. ولولا تالق الشناوي امبارح لا كانت الامور هتبقى صعبه جدا على المنتخب المصري. فدي حاجه يعني بنشكره عليها، بنشكر مجهوده عليها، وبنشكر طبعا كابتن احمد ناجي، كابتن طارق سليمان طبعا المجهود اللي هو عامله معاه في النادي الاهلي طبعا. طبعا. بتتكلم بقى في الاثنين التانيين اللي هم الموفقين، بتتكلم في محمد صلاح في الفاول وتريزيجيه محمدي في لا والمحمدي في الجون اللي جاب ومحمدي انت حضرتك بتتكلم على الاهداف يعني. بالظبط. يعني احنا انت لو بتتكلم على تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من بدايه البطوله لحد يعني لحد المباراه بتاعت امس، هو الوحيد اللي محافظ على مستواه من بدايه البطوله لحد فعلا فعلا. ده يخش معاه شويه برضه عشان برضه يعني يخش معاه شويه انصافا برضه للعيبه اللي موجوده في الملعب، احمد حجازي وايمن اشرف. باستثناء كده انت يعني بتتعامل مع المباريات بان انت راجل اسم منتخب مصر الكبير، الفرق بتنزل عامله لك الف حساب. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا دلوقتي قبل ما انا اخش معاك، ان الفرق حتى لما بتنزل بتبقى طمعانه فيك شويه او بتحاول ان هي تظهر قدراتها شويه. بالظبط. بيصادفها حاله من عدم التوفيق. وفي لحظه من اللحظات في وقت ما هم متفوقين هم كويسين جدا بيجي فيهم جول. يجي لهم احباط غير طبيعي. بالظبط. وبيتاكدوا ان هم بيلعبوا قدام مصر التاريخ العريض صاحب سبع بطولات، وبيتاكدوا ان هم مش هيكسبوا. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا في صالح المنتخب. مش عايزين الـ 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 الامور دي تسبب احباط للجمهور. على قد ما كلنا زعلانين على الـ على الـ على الشكل وعلى الاداء. طب كابتن عمرو الف باسم منتخب مصر. كابتن عمرو الارقام كويسه بالنسبه لمنتخب مصر، لكن في نفس الوقت هي ارقام معاكسه تماما للمنتخب. من وجهه نظرك تمام. اسباب الاداء السيء ده ايه يعني، والحل كمان ايه يعني، هنفضل كده لحد امتى، وخصوصا ان احنا داخلين على الادوار الاقصائيه بدايه من دور 16؟ انا يعني انا شايف ان في نقطتين سلبيتين هم اللي مأثرين على اداء المنتخب. نمره واحد ان مفيش لعب جماعي تمام، مفيش تحركات. صح. يعني مفيش تحركات متفق عليها، مفيش جمل متدربين عليها، مفيش تحركات من غير كوره. يعني انت النهارده عشان تلعب لعب جماعي لازم اللي معاه الكوره ده يبقى عنده يعني اختيار واثنين وثلاثه عشان يقدر يلعب الكوره بسرعه. النهارده اللعيب اللي بيديله الكوره مفيش حد بيتحرك له من غير كوره، فبيضطر يلعب او يلجا الى الكور الطويل، واحنا مش مميزين في الكور الطويله. يمكن المميز الوحيد اللي تقدر تلعب عليه كور طويله هو مروان محسن. وحتى مروان محسن لما بياخد الكور العاليه ما فيش تكمله لا من خلف المهاجمين ولا من نص الملعب، فدي بتبقى عندك مشكله. انت ما بتقدرش لا تستحوذ ولا تقدر ان انت تلعب على الكور الطويله، وده اللي مخلي شكلك وحش في الملعب. فعلا. النقطه الثانيه يعني انا وجهه نظري ان انت اضعف الخطوط اللي موجوده عندك اداء، ان كان تكتيكي او كان اداء فردي او اداء جماعي، هو خط النص. فعلا. يعني خط النص منتخب مصر مديلك حاله من عدم التوازن في الملعب بيعمل مشكلتين. المشكله الاولانيه ان انت مفيش ساتر ما بين نص الملعب وخط الظهر، اي فريق بيوصل بمنتهى السهوله لخط الظهر وللشناوي. انت ما عندكش ستاره دفاعيه تحمي خط الظهر بتاعك، فدي مشكله. المشكلة الثانية إن أنت ما عندكش صانع لعب واضح في الملعب بيأدي الدور، ما عندكش الربط اللي هو ما بين نص الملعب اللي هو يربط خط الظهر بالمهاجمين. أنت بالتالي لا أنت قادر تمنع الكورة إنها توصل لخط الظهر وللحارس بتاعك، ولا أنت قادر توصل الكورة للمهاجمين أو للتلات مهاجمين اللي قدام. علشان احنا مش قادرين نعمل حاجة خالص بصراحة يا كابتن عمرو. أنا بكلمك بمنتهى الصراحة. يعني بصراحة مش ده سببه. أنا بقول لك ده سببه. ما هو مين النهارده مين اللي بيربط الثلاث خطوط ببعض في الملعب؟ نص الملعب. في الحاله الهجوميه بالظبط. انت عندك حاله يعني حاله تسيب غير عاديه في نص الملعب. يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه، انت النهارده لما تحسب كم الهجمات الخطر
اللي اتعملت على منتخب مصر في الثلاث مباريات اللي فاتوا ملهاش علاقة لا بخط الظهر ولا بخط الهجوم. النهارده انت يعني خط الدفاع الاول اللي المفروض يبقى ساتر او ستاره زي ما احنا بنقول على خط الظهر هو نص الملعب بالظبط مش موجود. طيب كابتن عمرو عايز اسال حضرتك سؤال. المرحلة الجاية وبداية من دور ال 16 إن شاء الله، هل حضرتك من وجهة نظرك شايف إن لازم يكون في تعديلات في التشكيل ولا تعديلات في أسلوب اللعب؟ الاثنين. الاثنين. ما أنت عشان تغير في التشكيل لازم هتغير في طريقة اللعب. إن أنت معلش أنا برضو في نقطة الناس مش واخدة بالها، أنت ما عندكش برضو دكة احتياطي تقيل، أنت ما عندكش واحد بره يعني خلينا نتكلم بصراحة، ما عندكش حد بره لما ينزل يقلب لك نتيجة المباراة ولا شكل المباراة ولا شكل الفريق. انت يعني ولا يعني استثني بس عشان برضو ما بقاش انا يعني يعني متحامل جدا، استثني بس وليد سليمان بس اذا لعب فترات. فاهم قصدي؟ وليد سليمان كمان مش هو وليد سليمان يعني الفتره اللي لعبها. ما هو ليه؟ لانه بيلعب فترات بسيطه فترات قليله، الراجل راجع من اصابه اصابه طويله فتره طويله كان محتاج وقت اطول وكان محتاج بالظبط بالظبط عشان يجهز. صح صح فاهم قصدي؟ يعني قصه وليد سليمان انه يجهز بدني انه يجهز فعلا. انت فاهم قصدي؟ والبديل الثاني اعتقد يبقى عمرو ورده يا كابتن. هو انا احنا دلوقتي كلنا ما احناش عارفين موقف عمرو ورده. لا عمرو هيلعب من الدور الجاي، ما هو ما فيش بدايل. ماشي ماشي بس انت النهارده معلش احنا برضو احنا مش جوه المطبخ زي ما بنقول، ما نعرفش الكواليس ايه، ما نعرفش هل النهارده الضغوط بتاعت اللعيبه هي اللي خلت عمرو ورده يرجع، هل النهارده الضغوط بتاعت اللعيبه دي هي اللي هتخليه ممكن يلعب ولا احنا بص احنا بنسمع اخبار وبنسمع حكايات انت محدش عارف يحط ايده على الحقيقه فين بالظبط. انما انا بكلمك بمنتهى الصراحه انت ك ك ك, ك... كاختيارات حضرتك ركزت بشكل كبير جدا على نص الملعب، العلاج ايه؟ طبعا. الاسماء اللي ممكن حضرتك لو مكان اجيري تتصرف وتحاول تلعبهم في ظل الخيارات الموجوده حاليا بالنسبه لمنتخب مصر، تلعب مين في نص الملعب؟ انا بقول لك يعني انا لو مكانه او انا اللي كنت هلاعبه في الملعب للاسف دي بره المنتخب. مين هو؟ عمرو السليم. طبعا طبعا. يعني انا النهارده لو انت بتخيرني انا النهارده انا برضه في علامات استفهام وفي ملاحظات كبيره جدا على الاختيارات، يعني انا النهارده على اي اساس واخد ستة سرد باكات. وانا عندي مثلا واحد زي ايمن اشرف لو الامور اتلخبطت اعرف العب سرد باك، واحد زي احمد ايمن منصور لو الامور اتلخبطت اعرف العب بالظبط صح. طب انا واخد ليه اربعه سرد باك؟ ايه يعني ايه الفكره؟ علي غزال لو انا النهارده احتاجته يعني انت فاهم قصدي؟ فعلا. فانت ايه الحكمه ان انا اخد الكم الهائل ده من المساكين وانا ما عنديش حلول في نص الملعب؟ قول لي الحلول اللي في نص الملعب عندك ايه؟ دونجا وعلي غزال. دونجا ما انا بقول لك طارق حامد دونجا النني بالنسبه لي انا مش عايز اقول لغز النني ده يعني المفروض يبقى اعلى من كده بكتير. طبعا هو اعلى من كده بكتير. طبعا مستوى اعلى من كده بصراحه. طبعا انا بقول لا ده حد انا اعرفه كويس. اه انا عارف حد انا اشتغلت معاه، حد انا مرنته، حد انا عارف امكانياته كويس، حد انا بتفرج عليه في الدوري الانجليزي لما بيلعب لما كم الهجوم الغير مبرر عليه لا بيخليه ينزل الملعب بالحاله اللي احنا شايفينها دي، ومحدش يقول ان ده المفروض لعيب محترف وما يتاثرش و و و والكلام ده كله. لا 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 الكلام ده مش مظبوط. احنا النهارده لو كلنا بنشجع المنتخب انا النهارده المفروض اقف جنب اللعيب بتاعي واسد وهو مش موافق. المفروض ان انا اسقف للعيب بتاعي وهو كويس. طبعا اللعيب بتاعي بيبقى محتاجني وهو مش موافق. فالحمله اللي معموله على بعض اللعيبه اللي في الملعب طيب زي محمد النني وزي مروان محسن وزي احمد حسن كوكا و الكلام ده كله الناس دي لعيبه كويسه. لا مش وقتها خالص. دول لعيبه كبار وكل حاجه. الناس دي لعيبه كويسه جدا معلش انا باحترامي لكل الاراء اللي بتهاجم اللعيبه دي، لا الناس دي لعيبه كويسه جدا ولعيبه محترمه جدا وصاحبه امكانيات في الكوره عاليه جدا. لكن مش معنى ان انا النهارده مش موفق مش معنى ان انا اقعد اتهاجم ما اعرفش ايه السبب، هل ده المصالح الشخصيه؟ هل ده لا هو بس الموضوع غيره شويه يا كابتن، غيره على المنتخب وخوف على المنتخب خلال الفتره اللي جايه. الصراحه لا انا شايف الهجوم مبالغ فيه جدا. طيب المطلوب المرحله الجايه من منتخب مصر يا كابتن عمرو انور ايه المطلوب بالنسبه للمنتخب عشان المرحله الجايه نقدر نتخطى كل دور باذن الله ونحقق الاهم وهو الفوز باللقب؟ المطلوب الفترة اللي جاية أولا تركيز نمرة واحد. تركيز حاجة مهمة جدا. علاج الأخطاء بشكل سريع جدا مفيش وقت
انا بكلمك بمنتهى الصراحه، لان انت النهارده احنا استضفنا توفيق ان احنا بنلعب فرق كويسه بتقدر توصل للمرمى بتاعك بمنتهى السهوله، ولكن ما عندهمش القدره التهديفيه. اذا وصلت انت لمراحل متقدمه لعبت فرق ثقيله وعندها لعيبه اللي هي بتعرف تستغل الفرص وانصاف الفرص، هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لك. كابتن عمرو اتفضل. نمره واحد لازم يبقى في اهتمام شويه بالدور الدفاعي لعيبه نص الملعب. مفيش حاجه اسمها الزيادات العدديه اللي بتيجي علينا وبتيجي على خط الدار وعلى الحارس بالشكل اللي الناس بتوصله بمنتهى السهوله ده. وبعد كده لازم يبقى في جمل الناس متدربه عليها، لازم يبقى في حلول، لازم يبقى في لما جنب بيتقفل اعمل اختراق من العمق، لازم لما العمق بيتقفل اعمل في تغيير ملعب، في جمل. يعني امبارح الجمله الوحيده اللي اتعملت اللي جه منها الجول الثاني. فعلا صح. جمله تكتيكيه واحده في 90 دقيقه جون، والثانيه الجمله الثانيه اللي عملها تريزيجيه محمد صلاح، وصلاح ضيعها في اول الشوط الثاني. فعلا كده اللعب اجتهادات شخصيه، فلازم الشخصيه هتنفع مع الفرق اللي هي المتوسطه اللي احنا لعبناها في دوري. بالظبط صح. انما الادوار اللي جايه مع الفرق هتبقى الامور صعبه. الفرق المنظمه اللي هي طمعانه فعلا في البطوله، لا هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنا اذا ما حصلش ترتيب للاوراق بسرعه جدا. تمام كابتن عمرو، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. كابتن عمرو انور طبعا نجم النادي الاهلي السابق ومدير الفني لشباب النادي الاهلي، واتكلم كلام مهم قوي. ويا جماعه ثاني وثالث وعاشر الكلام حرصا وغيره على المنتخب وخوف كمان على المنتخب خلال المرحله اللي جايه، احنا هنفضل ورا المنتخب، وبالتحديد فيما يتعلق بانتقاد البعض لبعض اللاعبين، لا انت ما تيجي تنتقد انتقد المنتخب ككل، لكن لاعب ولاعب لا كله مع بعض. وبالتحديد مروان محسن، هو مروان محسن جاله كور يا جماعه على مدار البطوله؟ في اي عرضيه؟ هات لي عرضيه اتعملت كده جوه منطقه الجزاء لمروان محسن، او اي مهاجم مكان مروان محسن، عشان ما حدش يعني ياخدها على اننا في قناه الاهلي وبنتكلم على لاعب في النادي الاهلي. لا، لو احمد علي بيلعب او احمد حسن كوكا بيلعب، لما لعب حتى احمد حسن كوكا لحد ما خرج امبارح الاصابه، ونتمنى له يا رب كل الشفاء العاجل خلال الفتره الجايه، هل كرة جات له في منطقه الجزاء؟ لا مفيش. فده يدل على الصعوبات اللي انت بتواجهها بشكل كبير جدا في وصولك لمرمى الخصم. فالانتقاد بيبقى المنتخب كله مش للعيب بس، كل اللعيبه على عيننا وعلى راسنا وبنشجعهم وبنحبهم جدا، وان شاء الله مستنيين منهم الافضل دائما. خلينا سريعا عشان الوقت بيداهمنا نروح للمسا. المسا بتقول ايه؟ ان احنا عبرنا لدور ال 16 وشباكنا نظيفه، ودي ايجابيه من ضمن الايجابيات بالمناسبه ان شباكك نظيفه في دور ال 16، ودي اول مره تحصل في تاريخ منتخب مصر على فكره ان انت في الادوار الاولى، بالتحديد قصدي في الدور الاول مش دور 16، دور 16 اللي هو جاي. الادوار الاولى كان دايما بيدخل فيك اهداف، اول مره في تاريخ مصر في بطولات الامم الافريقيه الدور الاول ما يدخلش فيك ولا هدف، فدي حاجه من ضمن الايجابيات، ولازم نقول برضو الايجابيات، لان الايجابيات برضو من ضمنها انك بتكسب وبتحقق ثلاث نقط ومش عارف ايه، كل دي ايجابيات وبيلازمك التوفيق الكبير، بس التوفيق مش شرط يفضل معاك، لازم تجتهد وتركز اكتر من كده. المباريات القادمه طبعا اصعب ومحتاجه التركيز زي ما قلنا. خلينا نروح سريعا للاخبار المسائي، اللي بتقول ان الفراعنه يتخطى الرافعات بثنائيه والاداء يغضب الجماهير، والجماهير طبعا غضبانه وزي ما احنا قلنا. مش عايز اتكلم بقى خلاص، احنا اتكلمنا في موضوع السلبيات والغضب وان احنا خايفين على المنتخب وكلام من ده، لكن الجزء الثاني والخبر مهم وهو خاص بالشناوي سر التفوق، ودي حقيقه الراجل كان نجم نجوم المباراه امبارح، ومع طبعا احمد المحمدي اللي اداؤه مميز اخر ماتشين تحديد. المباراه الاولى كان فيه نقطه ضعف في الجانب الايمن عند منتخب مصر، لكن احمد المحمدي مع المباريات بيبقى افضل من كده بكتير، وان شاء الله نتمنى له كل هو وكل زمايله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. الدستور، وده عنوان مهم ليه بقى؟ بيقول لك اطوي الصفحه اللي فاتت وركز في اللي جاي، وده اللي احنا عايزينه. خلاص ننسى اللي فات، ننسى الايجابيات والسلبيات، او الايجابيات ناخدها ونبني عليها، لكن السلبيات خلاص بقى ننساها، اللي بالتحديد بتتعلق بالاداء السيء جدا. الاهم نركز بقى في اللي جاي، صفحه جديده، مباريات جديده. المباراه الاولى بالنسبه لمنتخب مصر يوم السبت الجاي في دور ال 16، لسه مش عارفين هنواجه مين. الاقرب كينيا، لو مش كينيا هتبقى جنوب افريقيا، لو مش جنوب افريقيا هتبقى تونس او مالي او انجولا، لسه هنشوف على حسب المباريات اللي هتلعب النهارده وبكره. تمام. اخبار الرياضه بتقول ان اجيري بيطلب او بيطالب بتحسين الصوره، واجيري انت في ايدك انت اللي تحسن الصوره مش اللاعبين، انت اللي تشوف طريقه لعب معينه تنجح المنتخب بشكل اكبر من كده. والمنتخب بيرفع شعار اللي جاي كوم تاني، طبعا اللي جاي حاجه تانيه خالص يعني. ده بقى خبر مهم لازم نعلق عليه قبل ما نروح لاخبار كان في المواقع. اليوم السابع بيقول لك ايه؟ اجيري بيستعين بالمدرسه الالمانيه لمواجهه
لغز الفراعنه. ايه المدرسه الالمانيه دي؟ متعلقه بمخطط احمال او واحد متخصص في الجوانب البدنيه اسمه كويس رولكر. كويس رولكر ده انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر خلال البطوله، ده على حسب كمان تصريحات مين؟ المهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب، ان احنا لسه مش عارفين هيكمل مع المنتخب بعد البطوله لا، لكن هو موجود لعلاج النواقص البدنيه عند لاعبي منتخب مصر، واللي وضحت قوي في الجزء الثاني من الشوط الثاني في كل مباراه، فهم بيحاولوا يعالجوا هذه الجزئيه. مش عارف الموضوع ده منطقي ان طب وقبل البطوله ما جبتوش ليه؟ ايا كان يعني، المهم ان بنحاول نعالج. اوكي يا رب نحاول نعالج باذن الله، ده اللي هيحصل، والراجل ده يكون ليه دور كبير في تهيئه اللاعبين بدنيا في المباريات اللي قادمه ان شاء الله باذن الله. تجهيز عمرو ورده بدنيا، واحنا بناكد عمرو ورده خلاص في الصوره بالنسبه لمنتخب مصر، وزي ما حضراتكم عارفين العقوبه خلاص كانت اول الماتشين التانيين في بطوله الامم الافريقيه، المباراه الثانيه امام الكونغو والمباراه الثالثه امبارح امام اوغندا، عمرو ورده متاح بالنسبه لمنتخب مصر بدايه من دور ال 16. نتمنى لكل كل التوفيق خلال الفتره الجايه. دي كانت اخبار الكان في الصحف، اخبار الكان في المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف. سوبر كوره، فيفا يسلط الضوء على صعود الفراعنه لدور ال 16. اليوم السابع، محمد الشناوي اسد حراسه المرمى يقتحم التاريخ ويزاحم شوبير والحضري. سوبر كورة، كاف يشيد بحارس الفراعنة. فيتو، طارق سليمان أتمنى تتويج الشناوي بلقب أفضل حارس في كان 2019. سوبر كورة، تريزيجيه أفضل لاعب في منتخب مصر بدور المجموعات بأمم إفريقيا. الشروق، كوكا يغيب عن المنتخب أسبوعا بسبب إصابة في الكاحل. في الجول، تدريبات بدون كرة لمنتخب مصر لتجنب الإجهاد. الوطن سبورت، كوبر تريزيجيه والشناوي والمحمدي الأفضل بمنتخب مصر وصلاح يصنع الفارق. الفجر الرياضي، الإعلام المكسيكي يتغنى بأجيري والمصري يسبحه. الوطن سبورت، مفاجأة نابي كيتا يغادر معسكر غينيا متوجها إلى ليفربول بطائرة خاصة. في الجول، مؤتمر مدرب تونس، مسألة مشاركة ساسي تخصني وجاهز للتعامل مع موريتانيا. مصراوي، على حسابكم الكاف يرد على طلب غانا بالاستمرار في الإسماعيلية. يلا كورة، مدرب غانا نسعى للفوز أمام غينيا بيساو ومشاركة جيان تتوقف على مدى جاهزيته. الصريح التونسية، من هو حارس شباك المنتخب غدا أمام موريتانيا؟ الشروق التونسية، طاقم تحكيم تونسي لإدارة مواجهة البنين والكاميرون. النهار الجزائرية، بلايلي يغيب عن مباراة تنزانيا وأربع تغييرات منتظرة. الخبر الجزائرية، إبراهيمي يقترب إلى أرسنال. المنتخب المغربية، بن عطية وحكيمي يشتريان شاشة كبيرة لأطفال تان كرارت. البطولة المغربي، نادم فرنسي عريق يسعى للتعاقد مع سفيان بوفال. سبورت، ريم الموريتانية، بسام سنشرف موريتانيا أمام تونس. طيب النهارده بالمناسبه في مباريات طبعا في بطوله الامم الافريقيه وباقي او اخر الجوله في كل مجموعه في الدور الاول. النهارده في جنوب افريقيا والمغرب، الشوط الاول خلص 0-0، وكمان في ناميبيا وكوت ديفوار، الشوط الاول خلص 1-0 لكوت ديفوار. بالليل هيكون في مباريات كل من كينيا والسنغال وتنزانيا والجزائر، دي مباريات اليوم. طيب فيما يتعلق بالاخبار الخاصه بالكان على النت، خلينا نشوف سوبر كوره بتقول ان فيفا بيسلط الضوء على صعود الفراعنه لدور ال 16، هما بيتكلموا في ايه؟ بيقولوا ان المنتخب المصري رغم الضغط الكبير من المنتخب الاوغندي واضاعه العديد من الفرص، الا انه كان موفق في الفوز في مباراه الامس من خلال هدفي محمد صلاح واحمد المحمدي. كمان اليوم السابع بتقول ايه؟ بتقول محمد الشناوي اسد حراسه المرمى
التاريخ يقتحم التاريخ ويزاحم شوبير والحضري. طبعا هو اسد محمد الشناوي. بصراحه جدا جدا. قبل البطوله كان محمد الشناوي حاجه، وبعد البطوله دي محمد الشناوي حاجه تانية بصراحه. بعد المباريات اللي لعب مستواه كان قلل شويه مع النادي الاهلي بصراحه، بمنطقيه ولازم نتكلم بكل صراحه مع حضراتكم، لكن فعلا راجل اسد في حراسه المرمى محمد الشناوي. ثلاث ماتشات ما شاء الله عليه لا قوه الا بالله، لعيب وحارس كبير جدا. اقتحم طبعا التاريخ مع شوبير والحضري. هقول لكم ازاي ان دلوقتي بعد ما خاض اول مباراه ليه في بطوله الامم الافريقيه اللي هي كانت امام زيمبابوي، بقى هو الحارس الثالث في مصر في تاريخ مصر اللي شارك في بطوله كاس العالم وبطوله الامم الافريقيه. وده اللي حصل مع الكابتن احمد شوبير لما شارك في بطولات الامم الافريقيه وشارك في كاس عالم 90، وحصل مع عصام الحضري اللي شارك طبعا في عديد من البطولات الافريقيه وشارك في كاس عالم 2018 المباراه الاخيره بالتحديد امام السعوديه. بالتالي محمد الشناوي لعب كاس عالم 2018 ولعب السنه دي بطوله الامم الافريقيه، وحارس يتمنى كل الاشاده والدعم بكل تاكيد محمد الشناوي، وان شاء الله يكون احد الاسباب الرئيسيه في تتويج المنتخب باللقب. سوبر كوره بتقول ايه؟ بتقول ان الكاف بيشيد بحارس الفراعنه، كلام كتير جدا جدا على الشناوي، هو يستحق الكلام ده لانه كل اللي بيتقال عليه ايجابي ويستحق بعد الاداء المميز جدا في مباراه الامس، فان شاء الله نتمنى له المزيد والمزيد من التالق خلال المرحله اللي جايه. سوبر كوره بتقول ان تريزيجيه افضل لاعب في منتخب مصر بدور المجموعات بامم افريقيا، والحقيقه وزي ما قال كده الكابتن عمرو انور معانا في المداخله، قال ايه؟ ان هو اللاعب الوحيد اللي مستواه ثابت على مدار الثلاث مباريات، فبالتالي هو فعلا يستحق نجم المنتخب حتى الان في هذه البطوله. ده بالنسبه لتريزيجيه. نروح للشروق. كوكا هيغيب عن المنتخب لمده اسبوع، عنده كدمه في الكاحل بعد الاصابه في الشوط الاول، ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا. اسبوع من خلاله ابتدى هو امبارح بالمناسبه تدريبات علاجيه سريعه بعد ما رجعوا للفندق، وهيستمر في هذه التدريبات حتى موعد المباراه ان شاء الله المقبله. ممكن ما اعتقدش انه هيكون جاهز لدور ال 16، لكن ممكن بدايه من دور الثمانيه باذن الله لو كتب لنا الصعود باذن الله لدور الثمانيه ان شاء الله هيحصل. في الجول، تدريبات بدون كره للمنتخب مصر لتجنب الاجهاد، وده طبيعي جدا بعد كل مباراه لازم يكون ليك تدريبات استشفائيه عشان تتجنب الاجهاد، لان احنا مش ناقصين اجهاد بصراحه، عندنا اجهاد كتير جدا واضح في المباريات كلها. الوطن سبورت وتصريح لكوبر، كوبر بيقول ايه؟ بيقول ان تريزيجيه والشناوي ومحمدي الافضل لمنتخب مصر، وصلاح بيصنع الفارق، ودي فعلا حقيقه. الثلاثه دول من افضل اللاعبين في المنتخب، وابرزهم طبعا تريزيجيه، وكمان الشناوي بعد مباراه امبارح، وكمان محمدي بعد الهدفين اللي حطهم بصراحه في المباراتين اللي فاتوا، لكن في نفس الوقت صلاح بيصنع الفارق ودي حقيقه. انت مباراه مضغوط ميت خالص، عملت تدرب بس طول المباراه اوغندا، لكن جه فاول بمهاره لعيب محمد صلاح حط الكره جون، المباراه اتقلبت خالص، جبت الجون وجبت جون كمان خلصت الدنيا. فده اللي بيصنع الفارق، وده اللي بيتمثل فعلا في محمد صلاح. الفجر الرياضي، الاعلام المكسيكي بيتغنى باجيري، وده طبيعي عندهم مدير فني مكسيكي بيمرن منتخب كبير بحجم منتخب مصر ايا كان سلبياته ايه، لكن هم بيبصوا للنتائج، والنتائج بتقول ان اجيري محقق المطلوب حتى الان بالفوز في الثلاث مباريات، وما استقبلش كمان اي اهداف، وبيقولوا ان الاعلام المصري بيسبحه. والله الاعلام المصري مش بيسبح اجيري خالص، يعني خالص الاعلام المصري بيساند اجيري وبيساند المنتخب وبيساند اللعيبه وبيساند اي حد مسؤول عن المنتخب الوطني المصري، اتحاد الكوره كله احنا بنساندهم وراهم، لكن لما يكون في سلبيه او في حاجه لازم نقول عليها لازم هنقول عشان نخلي بالنا منها الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه ما فيهاش هزار خالص. الفتره اللي جايه هتخسر لا قدر الله، لا قدر الله تخرج، ما فيش تعويض. فطبيعي جدا الاعلام المصري لازم ينبه ويحذر الجهاز الفني لمنتخب مصر. الوطن سبورت بتقول ايه؟ مفاجاه ان نابي كيتا خلاص هيسافر او غادر معسكر رافينيا متوجها لليفربول بطائره خاصه. اللاعب عنده اصابه في الفخذ اتعرض ليها في المباراه الاولى بالنسبه لمنتخب غينيا، لكن تحمل ولعب في المباراه الثانيه فالاصابه تفاقمت شويه، فسافر خلاص لليفربول بطائره خاصه عشان ينسق مع الطبيب الخاص بنادي ليفربول، وبعدين من المتوقع ان هو يرجع خلال ثلاث ايام عشان يواصل مشواره مع غينيا في حاله تاهل غينيا للادوار المقبله. واعتقد ان هم قريبين ان هم يتاهلوا، لان عندهم اربع نقاط يعني، فقريبين ان هم يتاهلوا، فهيكون بعد ثلاث ايام متواجد في مصر عشان يكون مع منتخب بلاده. في الجول، مؤتمر الان جريس مدرب تونس بيقول مساله مشاركه ساسي تخصني وجاهز للتعامل مع موريتانيا. طيب مشاركه ساسي بصراحه المنتخب التونسي محتاج ساسي جدا، لعيب قيمه كبيره جدا وفنيا ما شاء الله عليه في الجاي ساسي. اللاعب بيفرق مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا في بطوله الدوري، بيفرق كمان واحد العناصر الاساسيه بقاله سنين مع المنتخب التونسي، فغريبه ان هو ما بيشاركوش، بس غريبه ليه؟ ما هو استبعد كمان علي معلول يعني،
لكن في نفس الوقت هقول لك ان الساسي ما بيشتركش منطقيا شويه لانه لسه راجع من الاصابه، فاعتقد ان الساسي هيكون جاهز بدنيا للمشاركه امام موريتانيا غدا، وهو بيقول ان هو جاهز للتعامل مع موريتانيا، مباراه عربيه مهمه جدا ما بين موريتانيا وتونس، واكيد نتمنى التوفيق للمنتخبين بصراحه يعني. طيب مصراوي، لا هنروح لي يلا كوره، يلا كوره، يلا كوره بتقول ايه؟ مدرب غانا بنسعى للفوز امام غينيا بيساو ومشاركه جيان تتوقف على مدى جاهزيته. طبعا كواسي ابيا المدير الفني لمنتخب غانا، طبعا هم تعادلوا ماتشين، مباراه امام بنين 2-2 والمباراه الثانيه تعادلوا مع الكاميرون 0-0 في مباراه كانت قويه جدا، فلازم يكسبوا المباراه اللي جايه امام غينيا بيساو، مباراه هتكون مهمه وصعبه جدا، وهو اكيد بيسعى للفوز كواسي ابيا، وبيقول ان مشاركه جيان هتتوقف على جاهزيته. جيان طبعا اسامه جيان نجم كبير جدا من نجوم القاره الافريقيه، لكن بيتقدم في العمر، ومش طبيعي ان هو يشارك يعني كل مباراه من الاول، هو المباراتين الاولى تقريبا ما شاركش من اول المباراه، لكن في نفس الوقت اكيد لاعب مؤثر، فحسب جاهزيته البدنيه ده حسب ما قال المدير الفني لمنتخب غانا هيشوف هيعمل ايه مع سموان جيان، هل هيشارك اساسيا ولا لا. الصريحه التونسيه وبتتساءل من هو حارس شباك المنتخب غدا امام موريتانيا، مباراه الغد ما بين تونس وموريتانيا مباراه ناريه ومهمه جدا، احنا عارفين اخطاء حراس مرمى المنتخب التونسي بالتحديد المعز حسن في المباراه الاخيره امام مالي، اخطا خطا صعب جدا، فبالتالي اتجاه كبير جدا لعدم الدفع باللاعب في المباراه المقبله امام موريتانيا. هم عندهم ثلاث حراس، فاروق بن مصطفى ده حارس الشباب السعودي ومنتخب التونسي، المعز بن شريفيه طبعا كلنا عارفينه حارس الترجي التونسي، والمعز حسن لاعب وحارس نيس الفرنسي وحارس بديل في نادي نيس الفرنسي، فبالتالي معز خلاص كده استبعد، مش هو اللي هيلعب مباراه الغد بالنسبه للمنتخب تونس. الاقرب فاروق بن مصطفى هو اللي شارك في هذه المباراه. النهار الجزائريه بتقول ايه؟ ان البلايلي هيغيب عن مباراه تنزانيا، واربع تغييرات منتظره، وطبيعي حقهم ان هم يغيروا ويريحوا لاعبتهم. جمال بالماضي طبعا المدير الفني القدير للمنتخب الجزائري هيريح تقريبا اربع لاعبين على حسب تصريحاته، بالكثير قوي قال هنريح اربعه، والبلايلي كمان مش هيلعب، هو من ضمن الاربعه اللي هيريحوا لانه هو اكيد عنده اجهاد كبير، والبلايلي عامل بطوله رائعه حتى الان، هو احرز هدف الفوز على المنتخب السنغالي القوي، نتمنى للجزائر كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. الخبر الجزائريه بتتطرق لمين؟ لياسين ابراهيمي، وانه بيقترب الى ارسنال. ابراهيمي عقده بيخلص خلاص، عقده يعني انتهى خلاص بشكل رسمي مع بورتو البرتغالي، جاي له عروض كثير جدا من انجلترا ابرزهم ارسنال ويست هام وايضا ايفرتون، الاقرب حتى الان ارسنال، واللاعب بيطلب حوالي 4 مليون يورو راتب سنوي، لكن ريكورد البرتغاليه قالت ان الامور والمفاوضات في طريقها للنهايه، واقرب ابراهيمي ان هو ينضم لارسنال، طبعا خطوه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لياسين ابراهيمي. البطوله المغربي بيقول ان في نادي فرنسي عريق بيفاوض سفيان بوفال نجم المنتخب المغربي، النادي الفرنسي ده هو مين؟ اولمبيك مارسيليا طبعا. احنا عارفين سفيان بوفال طبعا عنده 25 سنه، كان بيلعب في ساوثامبتون، ولما راح ساوثامبتون في 2016 مشي من ساوثامبتون بعد الاداء ما كانش على المستوى المطلوب، فراح سيلتا فيجو على سبيل الاعاره، الاعاره خلصت فرجع ساوثامبتون تاني، فبالتالي في يعني اولمبيك مارسيليا عايزين هذا اللاعب، وفي نفس الوقت سيلتا فيجو عايزين يا اما يجددوا الاعاره يا اما يشتروه بشكل نهائي، هنشوف خلال الايام الجايه هتبقى الامور ماشيه ازاي بالنسبه لسفيان بوفال. بالنسبه للمنتخب الموريتاني سبورت ريم الموريتانية بتقول ايه؟ تصريح على لسان نجم الموريتاني مولاي خليل الملقب ببسام، بيقول ايه؟ بنقول هنشرف موريتانيا امام تونس، نتمنى كل التوفيق للمنتخبين، مباراه هتبقى قويه جدا، موريتانيا عندهم امال في الصعود لو كسبوا تونس، في نفس الوقت تونس محتاجه ان هي تكسب، عندها نقطتين، بالمناسبه تونس لو تعادلت برضو هتبقى عندها فرصه للصعود على حسب النتائج الاخرى كاربع او افضل اربع على التوالي، يعني ايا كان الفرقتين او المنتخبين عندهم فرص للصعود، نتمنى ان احنا نشوف مباراه عربيه مميزه جدا ما بين منتخبين، سواء المنتخب التونسي العريق والمنتخب الموريتاني، واول مشاركه ليه في بطوله الامم الافريقيه، وفي نفس الوقت في الحقيقه بيأدوا اداء جيد جدا. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هيبقى معانا الصحفي الموريتاني المصطفى مأمون صحفي موقع كرة انفو، هنتكلم في امور كتير جدا جدا سواء فيما يتعلق بمنتخب موريتانيا واول مشاركه ليهم في بطوله الامم الافريقيه وتقييمه ايه، وفيما يتعلق بتنظيم البطوله والجانب الفني الخاص بالبطوله، كلام كتير قوي قوي قوي، استنوه بعد الفاصل.
يشرفني وينورني في الاستوديو الاستاذ مصطفى مأمون الصحفي الموريتاني ومدير تحرير موقع كوره انفو. يا استاذ مصطفى منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي العظيم. موريتانيا اخبارها ايه؟ كويسه كويسه. كان عندنا لعيب زمان في الاهلي اسمه دومينيك دا سيلفا. صح. فين هو دلوقتي؟ دلوقتي كان يلعب في الدوري الفيتنامي. موجود في فيتنام هناك في الدوري. فيتنام صح. كمل معاه الموسم. كان لعيب مميز بس كمزاجنجي شوي. صح. هو الموسم ده كان مميز مع في الدوري الفيتنامي بس المدرب ما اختاروش. ما اختاروش. بس هو سجل اهداف كثيره في الدوري الفيتنامي 12 و13 كان قريب من صداره الاهداف. منورين مصر. منوره بأهلها طبعا. ربنا يخليك. تقييمك للمشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني حتى الآن قبل مباراة الغد أمام المنتخب التونسي، شايف المشاركة إزاي كأول مشاركة ليهم في تاريخ الأمم الأفريقية؟ بالطبع هي مشاركة إيجابية بغض النظر عن النتائج. بالتأكيد منتخب موريتانيا وصل لأول مرة في تاريخ البلاد هذه البطولة التي كانت الأجيال السابقة لموريتانيا تحلم بأن ترى المنتخب الوطني يصل إلى نهائيات أفريقيا. كان الجمهور الموريتاني يشجع المنتخبات العربية بالتأكيد ويقف ويتناسى أن هناك منتخب موريتاني يمكن أن يصل ذات يوم إلى نهائيات هذه البطولة. اليوم أصبح الحلم بالتأكيد واقعاً بغض النظر عن النتائج. مع كل ذلك المنتخب الموريتاني جاء من اجل تحقيق النتائج وليس من اجل المشاركه فقط. صحيح تعثر في البدايه. النتيجه كانت مفاجئه بالتاكيد. من ليس لديه متابعه كبيره بمنتخب الموريتاني لا يتوقع الا الهزيمه لانه منتخب ناشئ لاول مره في تاريخ البطوله. بالضبط. لكن من تابع المنتخب خلال السنوات الماضيه مثلنا كموريتانيين بالتاكيد كانت المفاجاه لنا بالخساره 4. لكن مع تقدم ربما يكون الضغط الكبير الذي تلقاه اللاعبون خلال المباراة وأجواء البطولة التي لم يتعودوا عليها في السابق كانت وراء ذلك. لذلك لاحظنا تحسن نسبي خلال المباراة الثانية أمام أنغولا وفقط بقيت اللمسة الأخيرة إن صح التعبير. لولا ذلك لكنا كسبنا نقاط اللقاء بالتأكيد. أبرز اللاعبين في المنتخب الموريتاني مين؟ بالتاكيد من الحديث عن اللاعبين الابرز هناك مولاي خليل بسام هو لاعب من افضل اللاعبين في المنتخب الموريتاني. هو قائد المنتخب الثاني حاليا. الموسم الحالي كان يلعب دور تونسي مع مستقبل قابس. هناك ايضا ادم ابا الذي سبق له ان لعب الدور الفرنسي درجه اولى مع باستيا قبل سنوات. لعب ايضا في انديه فرنسيه بالتاكيد وبعد ذلك ايضا لعب في تركيا حاليا عايد من الدوري التركي. من ابرز الانديه التي لعب لها في تركيا غازي عنتاب. هناك عبد البا من اوكسير الفرنسي طبعا. وهناك اسماعيل جاكيتي من اتحاد تطاوين ولعب الكثير من الانديه في السعوديه وقبل ذلك في المغرب وغيرها. هناك حسن العيد وعلي عبيد هما قادمان من الليغا الاسبانيه سبق لهما ان لعبوا في الدوري الدرجه الاولى السنه الماضيه حاليا لعبوا في الدرجه الثانيه. مع حسن العيد مع بلد الوليد. طبعا التشكيله معظمها تقريبا تنشط في الدرجه الثانيه في اوروبا بشكل عام. هناك لاعبين من الدوري الموريتاني اقله مثل حمويه طنجينا من نادي اف سي نواديبو سليمان جل الحارس من نادي اف سي نواديبو طبعا طبعا جاوا من نادي كينغ واكشوت وهي انديه محليه. طيب فرص الصعود بقى المباراه الاولى خسرت موريتانيا خسرت 4 من مالي وبعدين المباراة الثانية تعادل مع أنغولا مباراة بكرة غاية في الصعوبة أمام المنتخب التونسي حتى لو المنتخب التونسي مش في أفضل حالاته لكن شايف فرص الصعود إزاي والمنتخب الموريتاني عنده نقطة وحيدة حتى الآن؟ بالتأكيد المباراة غدا ستكون بنسبة نهائي بالنسبة للمنتخبين الموريتاني والتونسي. لأن لو فاز أحد هذين المنتخبين بالتأكيد سيصل إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتائج المنتخبات الأخرى مالي وأنغولا. وإذا تعثر سيخرج بالتأكيد. منتخب الموريتاني لديه حظوظه كما لدى المنتخب التونسي حظوظه. المنتخب التونسي بالتاكيد هو المرشح لانه من افضل المنتخبات في البطوله. صحيح ان اداؤه كان مفاجئا صراحه كان مرشحا يعبر الدور الثاني قبل الجوله الاخيره. لكن في افريقيا لم يعد هناك منتخب كبير من خلال ما شاهدناه ما شاهدنا مدغشقر وانديه منتخبات اخرى. وهذا ما لكن يجب علينا دائما نطرح الاحتمال الاقوى وهو دائما ان المنتخب التونسي يمكن ان يحصد نقاط المباراه بالخبره. ومع كل ذلك ما زال الامل بالنسبه لنا كموريتانيين قائما ونحن وحلمنا بالتاكيد بالدور الثاني ما يزال قائما ومشاركه طيبه ان شاء الله بالتاكيد. اذا فزنا على تونس بالتاكيد سنعبر الدور الثاني واذا خسرنا
وتعادلنا بالتاكيد لن نلعب ورا الدور الثاني، لكن تعتبر مشاركه على الاقل مشرفه بالنسبه لي. الايجابيات من المشاركه ايه حتى الان؟ ايجابيات كثيره جدا، لاننا اول مره في تاريخ بلادنا نشارك في بطوله بهذا الحجم. موريتانيا لم يسبق لها ان ذكرت في محافل رياضيه بهذا الحجم، كنا نذكر في محافل اخرى علميه وتاريخيه، لكن اليوم نذكر اصبحنا ايضا امه من امم كره القدم. وهذا بغض النظر عن النتائج المتوقعة، بالتأكيد هناك لاعبين سيحترفون في أندية كبيرة، هناك اهتمام سيكون أكثر لكرة القدم في البلاد، وهناك أمور أخرى كثيرة قد تحدث وحدثت خلال مع وصولنا لنهاية أمم أفريقيا. اليوم الجميع يتحدث عن كرة القدم الموريتانية، لا أحد كان يذكر كرة القدم الموريتانية خاصة عندما تكون في تظاهرة بهذا الحجم. تمام. طيب موريتانيا على الخريطه كده معاها او حواليها الجزائر، مالي، المغرب، والسنغال، يعني منتخبات كلها كبيره وعريقه جدا جدا جدا. ليه تاخر المنتخب الموريتاني في الظهور في البطولات الكبيره، البطولات الافريقيه زي السنه دي كده؟ يعني الاسباب ممكن تكون ايه؟ صح، قبل تقريبا 2010 ولا 2011 لم تكن كرة القدم الموريتانية موجودة بمفهوم كرة القدم. كويس. هناك محاولات كانت بسيطة تحدث من حين لآخر مع انتخاب أي مكتب جديد يأتي بمحاولة. تمام. لكنها غالبا ما تفشل في منتصف الطريق. لكن من سنة 2011 تقريبا جاء للمكتب الحالي برئاسة رئيس اتحاد موريتانيا كرة القدم أحمد الياحي الحالي. طبعا عمل مجهود كبير جدا، قام بمجهود كبير جدا وانطلق انطلاقة لم يكن أي شخص يتوقعها. بدأ طبعا حينها قررت الدولة أن تمكن من إقناع الحكومة الموريتانية أن تقف وأن تدعم الرياضة الموريتانية وأن تقف وراءها، وهذا طبعا بحد ذاته كان من الاسباب، من اسباب النجاح كره القدم بشكل خاص في موريتانيا، لان الدوله اليوم اصبحت كلها تدعم الرياضه. والدليل على ذلك حضور رئيس الجمهوريه قبل ايام لمباراه مالي في هنا في السويس بمؤازره المنتخب، وبالتاكيد كلامه بعد المباراه اللاعبين اثر بشكل كبير في اللاعبين واعطاهم دفعه قويه، لانه قال موريتانيا خلفكم بغض النظر عن هزيمه امام مالي، وهذا بالتاكيد ما يخدم كره القدم وما يطورها بالتاكيد. الرجل ايضا لديه علاقات كبيره على الصعيد العالمي الافريقي والقاري الافريقي والعالم بشكل عام، وجلب الكثير من 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 من, من, من المشاريع الكرويه الطموحه. كويس. بنى تحتيه، اكاديميات رياضيه، دعم الانديه المحليه والى اخره. جلب ايضا رعاه للدوريات المحلية والكرة القدم بشكل عام على المستوى المحلي، وطور المنشآت الرياضية. مثلا لدينا أصبحنا لدينا ملاعب يمكن أن تحتضن بطولات قارية، مثل سنة تقريبا سنة 2021 نحن سنستضيف كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، وهذه أول مرة في تاريخ بلادنا لم يسبق لنا استضافة أي بطولة قارية في تاريخ البلاد. لذلك بدأت كرة القدم ترى النور من سنة 2011. بعد ذلك وصلنا طبعا لأول مرة في تاريخ البلاد إلى بطولة المحليين 2014 في جنوب أفريقيا، ثم تأهلنا بعد ذلك إلى نفس البطولة 2018 في المغرب. وكانت مشاركات بغض النظر عن نتائجها كانت مشاركات اكتسبنا من خلالها خبرات. إضافة طبعا مشاركتنا في تصفيات 2015 خرجنا خلف الكاميرون. الكاميرون هو الذي توج بالبطولة 2017، ونحن كنا في المركز الثاني في ترتيب المجموعه التي كنا فيها. ومن شاهد في مشاركتنا في تلك البطوله يتوقع ان يرى المنتخب الموريتاني في النسخه المقبله. يعني الواضح ان كان في خطه زمنيه معموله هناك في موريتانيا من قبل احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، وخطه اتت بثمارها وانتهت بمشاركه المنتخب الموريتاني في بطوله الامم الافريقيه 2019 في مصر. لكن فيما بعد هذه البطولة كيف يفكر المسؤولين في موريتانيا، وبالتحديد أن ممكن يكون في محاولات للتأهل للبطولة مرة تانية، محاولات كمان لما لا التأهل لكأس العالم ومشاركة في تصفيات كأس العالم بشكل فعال؟ الأمور ماشية ازاي والتفكير ماشي؟ بالتأكيد المشروع المستقبلي وكما أكدت عليه اتحادية كرة القدم في البلاد هو أن يبقى المنتخب الموريتاني دائما يشارك في بطولة أمم أفريقيا. هناك أيضا مشروع ثاني وهو وصول، صحيح وصول إلى نهائيات كأس العالم أمر صعيب جدا، لأن أفريقيا يتأهل منها خمس منتخبات فقط. لكن
الحلم والمشروع هو أن يصل المنتخب الموريتاني إلى دور المجموعات، إلى دور الأخير هو قبل دور المجموعات دول 20 اللي شارك فيها 5 منتخبات، بغض النظر عن التأهل من غيره، لأن 5 منتخبات من أكثر من 50 منتخب بالتأكيد لن يكون سهلا، خاصة مع وجود عمالقة أفريقيا يعني صح التعبير. نحن نتحدث هنا من مصر، منتخب مصر والكاميرون وغانا وغيرهم والمغرب وتونس، طبعا منتخبات كبيرة، لكن يعني المهم من كل ذلك أن يكون المنتخب الموريتاني من ضمن أن يصل إلى دور المجموعات بتصفيات المونديال على مستوى الإفريق، وهم مواصلة مشاركة بشكل دائم في نهائيات أمم إفريقيا والوصول، ومشاركة طبعا في الشام والمحليين وبطولة الشباب والناشئين إلى غيره من البطولات الإفريقية. طيب، كان في جلسة من محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا مع اللاعبين بالأمس قبل ما يسافر ويسيب مصر، جلسة كانت أكيد مهمة، وقبل مباراة تونس بكرة كواليس الجلسة دي كانت إيه؟ بالتأكيد هو حث اللاعبين على أنهم يواصلوا جهودهم من أجل تحقيق أحلام الجمهور الموريتاني، بغض النظر عن النتائج. في وصول المنتخب الموريتاني لنهائيات أمم أفريقيا كان الشرف وعزف النشيد الموريتاني في محفل بهذا المقام في بلد كهذا، والنشيد الوطني ورفع الأعلام الوطنية، كلها أمور كان لها بالطبع ما تستحقه من طرف هناك موريتانيين، ويجب أن نحترم عليها المنتخب الوطني بغض النظر عن النتيجة. وبالتأكيد هذا هو ما كان في معظم حديث رئيس الجمهورية للاعبين خلال الجلسة التي جاءت بعد المباراة، وأظن أنها كانت محفزا كبيرا للاعبين، بعد لأننا لاحظنا كيف ظهر المنتخب الموريتاني في مباراته أمام أنغولا، ظهر بصورة مختلفة جدا، لعب بصورة رائعة، كاد أن يسجل. جميع المتابعين لكرة القدم تصوروا أن المنتخب الموريتاني كان بإمكانه الفوز وخطف النقاط، وأنه ضاع فرصة الفوز وإلى آخره. وبالطبع كما قلت لك في البداية، كان لها دور كبير فعلا في تحقيق نقطة التعادل. تمام. طيب، عايز اخد رايك بقى في البطوله نفسها بشكل عام، وبالتحديد في الجانب التنظيمي، نبتدي بالجانب التنظيمي، رايك في ايه؟ بالتاكيد التنظيم، نحن في السابق لم نتابع بطوله عن قرب كما تابعنا بطوله امم افريقيا هذه السنه في مصر، لكنني صراحه تعجبت كثيرا من التنظيم. حقيقه هي بطوله نظمتها مصر بما في الكلمه، نظمها المواطن المصري، نظمها الجيش المصري، نظمتها السلطات المصرية بشكل عام. الجميع يساعدك عندما تكون قريب، الجميع يدلك على حيث ما لا تعرف. صراحة تنظيم في غاية الروعة. نحن جينا للسويس، شاهدنا كيف تم التنظيم هناك بصورة متميزة جدا. زرنا معظم الملاعب التي صراحة لم أزر الإسكندرية، لكن زرت الملاعب القاهرة، ملعب القاهرة وملعب السلام، ملعب الدفاع الجوي. صراحة تنظيم متميز جدا، تنظيم رائع ويستحق الاحترام. وفعلا يمكن نقول ان مصر انقذت كره القدم الافريقيه من الضياع. تمام. طيب، فيما يتعلق بالجانب الفني، شايف البطوله فنيا ازاي لحد دلوقتي، وابرز المنتخبات مين؟ بالتاكيد الجانب الفني ما يزال صراحه من الصعب التكهن به، لكن هناك المنتخبات الكبيره ما زالت تعاني، وربما تحصل مفاجآت في الدور الثاني. لم تفز، شاهدنا منتخب نيجيريا مثلا تتعثر، شاهدنا صحيح المنتخب المصري كسب 9 نقاط، لكنه بأداء حقيقة ليس أداء المنتخب المصري الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية. المنتخب كان مرعب جدا وكان مخيف، كانت جميع المنتخبات التي تخاف عندما تدخل البطولة تخاف المنتخب المصري، لكن المهم في النهاية هو كسب النقاط. هناك منتخبات أخرى مثل الكاميرون، مثل منتخبات أخرى أصلا كانت تقييدية في هذه البطولة، لم تظهر بالمستوى الذي كان يتوقع منها. وربما يعود الأمر في المقام الأول بالتأكيد إلى تطور الكرة في أفريقيا وتقارب مستويات الفرق المشاركة، بغض النظر عن 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 عن, عن تاريخها ومشاركتها وخبراتها في هذه المسابقه طبعا العريقه في القاره السنة. المنتخب الاقوى حتى الان من خلال متابعتك للبطوله؟ نرجو ان يكون منتخب مصر. منتخب مصر الان كسب 3 نقاط، 9 نقاط تاكيد، حتى لو الاداء مش كويس شويه، يمكن ان نقول ان منتخب الجزائر ايضا لا باس. بالضبط. منتخب الجزائر دول اقوى منتخبين من وجهه نظرك يعني؟ طبعا
تقريبا. طيب لو لم تتعثر السنغال لقنا السنغال، بس السنغال تعثرت على الجزائر. لكن مرشحين بقوة للفوز بالتأكيد السنغال، حتى بغض النظر عن سقوطه قبل الجزائر ما زال مترشح. مالي أيضا مرشح أيضا للفوز، مالي منتخب قوي فعلا. طبعا المنتخبات العربية الثلاثة الجزائر تونس المغرب الكاميرون أيضا، وليه لا موريتانيا توصل أدوار متقدمة إن شاء الله. أتمنى ذلك طبعا، لكننا نحن نتحدث هنا بصورة تقريبا بعيدة عن العاطفية. نحن نتمنى أن نفوز ونلتقي على الأقل في النهاية مع مصر بعدين نتقاسم الجائزة. لا مش هذا جائزة المصري إن شاء الله. نأخذنا نحن برضه الكرة معه يعني. طيب اللاعب اللي لفت نظرك في البطولة حتى الآن أو أبرز اللاعبين بشكل عام من وجهة نظرك؟ صراحة أنا لفت انتباهي تريزيجيه. تريزيجيه فاجئني صراحة، وظهر صراحة بغض بوجود محمد صلاح من الصعب أن يظهر لاعب ثاني مكان. محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، عندما تظهر إلى جانب صلاح أكيد أنت شاهدنا رونالدو وميسي مثلا، من الصعب ان يظهر لاعب الى جانبي في منتخباتهم، كما شاهدنا تريزيجيه ونجم منتخب مصر. طيب بكره مباراه تونس وموريتانيا اتكلمنا عليها بس بشكل سريع، عايزين نتكلم عليها بشكل مفصل شويه، وبتحديد دولتين عربيتين ومباراه اكيد هتبقى مهمه. تونس عنده وعندهم خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه، احرزوا اللقب مره واحده 2004، في المقابل دي اول مشاركه للمنتخب الموريتاني في البطوله. شايفين المباراة دي ازاي؟ التعامل هيكون فيها ازاي من قبل المنتخب الموريتاني؟ المنتخب الموريتاني حاليا ليس لديه ما يخسره. هو هنا اصبح في مفترق طرق، نكون او لا نكون. اذا فاز في اللقاء بالتاكيد سيعبر الى الدور الثاني، اذا انهزم لا قدر الله وتعادل سيكون خارج البطولة، لذلك عفوا من المتوقع ان يدخل المباراة بحذر شديد، لكن ايضا مع نسق هجومي جديد عكس ما شاهدنا في المباراة الماضية. ربما كانوا لأنك المباراة الماضية دخلها وهو مهزوم ب4-1، وربما يكون هناك حذر دفاعي شديد مبالغة فيه. اليوم مباراة غدا ربما تكون مختلفة نسبيا، صحيح هو ربما يعتمد على نفس الطريقة 4-3-3 التي لعب فيها أمام أنغولا، لكن مع تقدم هجومي شوية، عندما لاحظنا في المباراة الأخيرة أنه كان أقرب لوسط الميدان. غدا ربما يكون يعود لمركزه الطبيعي كرأس حرب. تصريحات المدرب في المؤتمر الصحفي، المدير الفني لمنتخب الموريتاني، وقال احنا مش خايفين من تونس، شايف التصريحات دي ازاي من وجهه نظرك؟ ربما يكون مدير منتخب موريتانيا لديه معرفه كبيره بمنتخب تونس، انه التقى به خلال تصفيات المونديال الاخير بروسيا، وخرجت موريتانيا بصعوبه جدا من التصفيات من تونس. تونس كادت ان تخرج امام موريتانيا بتلك البطوله بتلك التصفيات، لولا طبعا لخبره المنتخب التونسي وتسرع اللاعبين الموريتانيين او الضغط الكبير الذي تعرضوا له خلال تلك المشاركه. وهذا ربما يكون ما يكون هو نقطه قوه المنتخب الموريتاني، لانه يعرف جيدا منتخب تونس واكتسب ربما يكون شيء من الثقه خلال المباراة الأخيرة أمام أنغولا، ومعرفة شيئا ما بالطريقة التي يلعب بها مدرب المنتخب التونسي إلى آخره. وبالطبع ما له ما يبرره كما قلت لك. الجالية الموريتانية في مصر قد إيه، والمشجعين اللي جم من موريتانيا لمصر عشان يأزروا المنتخب قد إيه؟ طبعا الجمهور الموريتاني توافدت منه العشرات، من البعض جاء مع البعثة رافق البعثة، والبعض جاء على حسابه الخاص. هذا طبعا إضافة للطلاب الموريتانيين في مصر، مختلف محافظات مصر جاءوا انتقلوا إلى مدينة السويس من الإسكندرية، من الإسماعيلية، من مصر، من القاهرة، ومن غير من جميع المحافظات. أكثر من 200 طالب موريتاني هنا في مصر، معظمهم جاء إلى السويس خلال مباريات المنتخب الوطني. هذا طبعا تعززوا طبعا بالجالية الموريتانية الموجودة، والموريتانيين القادمين لمؤازرة المنتخب من مصر. وطبعا المباراة الأخيرة اتضح أن الجمهور الموريتاني كان الأكثر وحصل على جائزة أفضل جمهور في المباراة. طيب بالتالي أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب الموريتاني، لكن رغم كده كان في ناس متوقعة كتير قوي أن منتخب موريتانيا يكون الحصان الأسود في البطولة، رغم أن هم كان ليهم مباراة مع مدغشقر، أو منتخب موريتانيا كان عنده مباراة مع مدغشقر اللي هي الحصان الأسود الفعلي في البطولة حتى الآن، وانتهت بفوز موريتانيا 3-1. ليه التوقعات ما جاتش
باللي الناس كانت بتتنبأ بيه يعني. صح، ربما يكون التوقعات ذهبت لمدغشقر. مدغشقر التقت بموريتانيا قبل اسبوعين تقريبا في مراكش المغرب، وكانت فوز موريتانيا كاسح 3-1، لكن ربما يكون الضغط النفسي على اللاعبين وشيء من هذا القبيل، الخوف المبالغ فيه من الخصم اثر علينا في المباراة الاولى، لكن لم يخسر شيء. المنتخب الموريتاني ما يزال في البطولة، وقد يفوز غدا ويواصل في البطولة ويكون هو الحصان الأسود. كل شيء ممكن، كرة القدم مفتوحة على كل الاحتمالات. طيب، الشارع الموريتاني هل هو راضي عن اول مشاركة بالنسبة لموريتانيا في بطولة الامم الافريقية؟ بالتأكيد الشارع الموريتاني مفتخر جدا بمشاركة المنتخب، والجميع يعازر المنتخب ويقف خلفه، وحتى بعد الهزيمة امام مالي الجميع خرج بدون اي ان صح التعبير امتعاض او غضب من 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 الهزيمه. صحيح هي الهزيمه في كرة القدم مريره جدا طبعا، لكن عندما تكون لاول مره تشارك ولديك ايضا بمشاركتك بحد ذاتها تعتبر بحد ذاتها انجازا بحد ذاتها، وانت ما زلت في البطوله. المنتخب الموريتاني لم يخرج حتى الان، ما زال في البطوله ولديه طموحاته ولديه امال في الوصول الى الدور الثاني بغض النظر عن قوه المنتخب التونسي طبعا. لكن في حاله من الرضا موجوده يعني عند الشعب الموريتاني. بالتاكيد تعززت مع نقطه التعادل، لان شاركنا في السابق في بطوله المحليين في المغرب وايضا في جنوب افريقيا، لكننا خسرنا المباريات الثلاثه. هذه اول نقطه يكتسبها المنتخب الموريتاني في نهايه القاري. طيب، خليني اقول لحضراتكم ان دلوقتي في ماتشين بيتلعبوا زي ما انتم عارفين، مباراه ما بين جنوب افريقيا والمغرب، وحتى الان التعادل السلبي 0-0، مباراه ما بين كوت ديفوار وناميبيا، النتيجه اتغيرت بقت 2-1 لكوت ديفوار، فبالتالي كوت ديفوار كده بتوصل للنقطه رقم 6 لو المباراه انتهت بهذه النتيجه، وفي المقابل ناميبيا بتخرج بشكل رسمي، هم في الدقيقه 72 حتى الان. يعني النتائج لو مشيت بالشكل ده هتبقى المغرب اول مجموعه، كوت ديفوار تاني مجموعه بست نقاط، وجنوب افريقيا كده هيبقى عندها نقطتين يا جماعه، صح؟ ما اعتقدش ان هي كده هتقابل مصر. جنوب افريقيا كده هتبعد عن مواجهه مصر، وهيبقى الاولويه لكينيا حسب النتائج بتاعتها بكره. هنشوف، احنا بنحاول نتنبا باللي هيواجه مصر في دور 16، شايف مين الاقرب؟ ما عرفتش بس ما قلت انت ممكن. شايف البطوله بقوتها القوة والصعوبة هتبقى بداية من دور 16 ولا بعد دور 16؟ دور 24 اللي هو اللي فيه حالا لم تتعود عليه المنتخبات، المنتخبات كانت تلعب دور 16 من البداية. ربما يتحسن أداء البطولة مع التقدم البطولة دور 16 دور 8 إلى آخره. بشكل تدريجي ربما تتحسن مستوى الفني. هل عدد المنتخبات الكثير في البطولة ده أثر على الجانب الفني الخاص ببطولة؟ بالتأكيد، وما دام كلما زاد العدد اثر المستوى الفني، لكن ايضا شاركه منتخبات كانت تغيب. لان هناك منتخبات كبيره كانت تغيب احيانا بصوره بفعل فاعل او بصوره غير مرضيه، مثلا من من من, من النادر ان تجد هذا الكم الكبير منتخبات كبيره في مكان واحد. لان مثلا نيجيريا، الكاميرون، معظم المنتخبات اليوم الكبيره موجوده في هذه البطوله، وهذا بالطبع احدى حسناتي او ايجابياتي زياده المنتخبات بالتاكيد. تمام. طيب، خليني بس اقول تعديل سريع، ان جنوب افريقيا كده لو المباراه خلصت ما بينها وبين المغرب بالتعادل السلبي هتوصل نقطه رقم 4 مش رقم 2، لان هم كسبوا ناميبيا فعلا بنتيجه 1-0، فبالتالي جنوب افريقيا كده تقترب من مواجهه المنتخب المصري في دور 16 على حسب النتيجه الخاصه بكينيا امام السنغال، ومن المتوقع ان السنغال هي هتكسب لان هي في اشد الحاجه للفوز عشان تصعد للادوار المقبله، لان عندهم 3 نقاط بس بعد الهزيمه من الجزائر، فالسنغال اكيد هتبقى قويه جدا بكره امام تنزانيا، فبالتالي امام كينيا، فبالتالي كينيا هتبعد شويه. الاقرب حتى الان حتى هذه اللحظه جنوب افريقيا لما واجهت منتخب مصر في دور 16، واحنا عارفين ان المنتخب هيواجه في دور 16 افضل 4 توالت الاولويه للمجموعه الثالثه، لو مش المجموعه الثالثه هيبقى المجموعه الرابعه، لو مش المجموعه الرابعه هتبقى المجموعه الخامسه اللي بتضم مين؟ تونس، انجولا، مالي، وموريتانيا. فهنشوف الامور هتمشي ازاي خلال الايام او خلال 24 ساعه اللي جايين. يا استاذ مصطفى مأمون، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا لكم، منورين. نشكرك، شكرا النادي الاهلي. نشكرك، شكرا جزيلا.
نورتونا، ويعني دايما مرحب بيكم في بلدكم تاني مصر. سرجين جزاكم الله خيرا. طبعا دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده. كان معانا الصحفي الموريتاني المصطفى مأمون مدير تحرير موقع كوره انفو، وكلمنا في تفاصيل كتيره جدا بتخص المنتخب الموريتاني والمشاركه الاولى ليهم في البطوله الافريقيه، كمان البطوله من الجانب التنظيمي والجانب الفني. اكيد فقره كانت مميزه جدا. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. بكره حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.